مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا مشروعات صغيره. بنقابلكم النهارده من داخل احدى المشروعات الخاصه في مجال المشغولات داخل محافظه اسوان. كونوا معنا وتابعونا. مليون سلام ينبتلي للخوف امل، مليون سلام ينبتلي للنوم عمل، مليون سلام ينبتلي للخوف امل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور بهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسنى. لا يوجد تعريف جامع شامل للمشروع الصغير، وقد اختلفت النظرة العلمية والعملية بصدده، ذلك لأن مصطلح المشروع الصغير يحمل بين جوانبه العديد من التساؤلات، منها نوع المشروع الصغير، الحد الأدنى والحد الأعلى للعمالة، توزيع منتجات المشروع، علاقة المشروع الصغير بالتصدير، طاقة المشروع الصغير، جودة منتجات المشروع الصغير، شكل الإدارة والتنظيم في هذه المشروعات، المستوى التكنولوجي المستخدم في المشروع الصغير، شكل المشروع الصغير من الناحية القانونية، صورة المشروع الواقعية، مصنع، ورشة، أم منزل. وكل هذه معايير من وجهة نظرنا تسهم في تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة. أعزائي المشاهدين، بنقابلكم من داخل إحدى المشاغل الموجودة في محافظة أسوان. في الحقيقة إن إحنا دايما حريصين إن إحنا نقدم نماذج ناجحة بدأت المشوار لوحدها، كمان ضمت أيادي عاملة كانوا ما عندهمش أي خبرة وبدأوا إن هما يبقوا محترفين في المجال بتاعهم. معنا النهاردة المدير التنفيذي للمشروع ده، نتعرف بيكي. أهلا بيكي معانا رفايدة حسين. أهلا بيكي يا أستاذة رفايدة. رفايدة، في البداية خالص كلميني على المكان بشكل عام، وكلميني عن تجربتك هنا كمان داخل المكان الجميل اللي احنا شايفينه ده بشكل خاص. ميرسي جدا ليكي، طبعا شرفتونا واهلا بيكم جدا. ده مشغل مفروشات وملابس، احنا الحمد لله يمكن ده حاليا ده المكان الثالث او التطوير الثالث للمشروع بتاعنا. احنا بدانا بمكان اول، كان بدايه كان صغير جدا، دخلنا في مكان ثاني، الحمد لله جينا بحاليا ده مكان اكبر واوسع، حتى الاسم الحمد لله بقى مسمى. طبعا ده موجود اول حاجه طبعا استاذ احمد مدير المكان او صاحب المكان، وانا مدير تنفيذي. طبعا معانا ايدي عامله كلهم ما شاء الله، يعني يمكن هم الجندي المجهول في اللي احنا وصلنا له ده. انتوا بداتوا اصلا مع بعض؟ المجموعه اللي معاكي بدات معاكي ولا انتوا بتغيروا بقى؟ بصي، هو في ناس ثابته، طبعا في تغيير زي ما انت عارفه، بس في ناس طبعا ثابته من الاول، مثلا كان مصدر استاذه سميه، بس طبعا كان زي اي مجال لا متغيرين. متغيرين. طبعا لحد ما وصلنا الهمسه معانا بقى حاليا مثلا نخبه من الحمد لله احسن ناس في اسوان. طبيعه الشغل هنا ايه يا رفايده؟ يعني بداتوا ازاي؟ بداتوا بمكان ايه؟ عملتوا ايه؟ حصلتوا على تدريبات ولا لا؟ بصي، هو المكان فعلا من اول كله مكان كمبيوتر، سواء اللي هو المكان خياطه كمبيوتر الحمد لله. بدا مكان خياطه كمبيوتر من اول معنا الحمد لله، والايدي العامله برضو كانت على الحمد لله، الاغلب كان يعني بيشتغل على المكان العادي. احنا بقى في مكان ثاني دربناهم لحد ما وصل ان هم يشتغلوا على مكان الكمبيوتر بسهوله جدا. المنطقه كان اغلبه مثلا لبس يونيفورم مدارس وحضانات. دي البداية. ما اشتغلتوش في حاجه تانية، كلها من بدايتكم بداتوا ملابس مدارس؟ لا، دي كانت البدايه. حاليا بقى ممكن بقى ترنجات، وفي فتره ممكن برضو مفروشات، بس الغالب عندنا زي مدارس وحضانات وتريننج سوت. طيب، طبيعه العمل نفسه يعني بتختلف من تدريب لتدريب؟ يعني انا لما ادرب مجموعه عندي زي اللي انا شايفاها على ملابس جواكت وحاجات سويت شيرت او سويتر او الحاجات دي بتاعت المدارس، نفس القصه والتفاصيل بتختلف؟ اكيد لا،
ده مثلا من الباترون، ده مثلا ده اسم الباترون، اكيد بيفرق كل قطعه ليها الباترون بتاعها. دي اول حاجه. ثاني حاجه برضو الخامه، الخامه غير الخامه. المكن بيكون واحد بس بيفرق بقى في خط الانتاج او طريقه التشغيل. طبعا كل مكن بيكون ليها ادوات معينه، ممكن بنغير في طريقه استخدام المكنه نفسها، لكن المكنه هي ثابته. انا عايز اسالك برضو عن انواع المكن ده. يعني احنا عارفين ان المكن ده بيختلف من مكن لمكن. يعني في ناس كتيره بتشوفنا النهارده عندها ميول انها تنتج او تتعلم الخياطه، بس ما عندهاش فكره عن 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 المكن ده ايه. هل مكنه انا لو انا بعرف هنا اخيط على المكنه دي، هل ممكن اجرب المكنه دي؟ برضو بتبداوا معاهم من ايه؟ هل بيتدربوا على كل المكن ولا كل واحده متخصصه في مجال محدد؟ طيب اول حاجه انا عندي مثلا الناس اسمها الجوكر بتقعد على كل المكن. وفي بقى كده عندي اهم حاجه مثلا مقص الكهرباء ده، مثلا المهنيين ده بما اننا مصنع مثلا بحتاج بقص كميات كبيره من القماش، تبدا بمقص الكهرباء طبعا اول حاجه. طبعا المهنيين هي المصدر بتاعتنا ما شاء الله. جوه بقى عندي مكن اوفر، عندي مكن ده بيعمل ايه بقى؟ هي كل حاجه بقى مراحل خياطه. ممكن بقى اوريكي على القماشه نفسها او على التيشيرت نفسه. يعني كل مكنه تعمل مرحله في التيشيرت او السويتشيرت. ايه المراحل طيب؟ بالقص اول حاجه بتبقى القص. لا عندي اول حاجه مثلا تشطيب فرش القماش نفسه. اكيد تيجي المهنيين بتخطط ده كده بالباترون زي ما انت شايفاها. اكيد بتقص بالمقص الكهرباء. خش بقى جوه، تخش اول حاجه مثلا على الاوفر. حسب بقى القطعه اللي معانا بتبقى اوفر، بتخش بقى كده. عندي مكن شريط لو محتاجه، في مكن زراير، مكنة عراوي. دول بقى الحمد لله دي اخر طبعا حاجه. اخر حاجه تيجي بقى التشطيب والمكوه. تتنوع أهداف المشروعات الصغيرة، فمنها ما يهدف إلى الربحية، ومنها ما يهدف إلى توفير فرص العمل، وما يهدف إلى تحقيق عوائد اجتماعية، وما يهدف إلى رفع مستوى الخدمة. وقد تكون هذه الأهداف مجتمعة معا. ومن الناحية العلمية، فغالبا ما يكون المشروع الصغير هدفه الأساسي الربحية وفي أسرع وقت نظرا لصغر رأس ماله ومحدودية استثماراته. رأس مال المشروع الصغير. المشروع الصغير ومتناهي الصغر هو مشروع يتملكه شاب يبدأ أولى خطواته في الحياة العملية، وبالتالي استثماراته محدودة، كما أن رأس المال في أصوله الثابتة منخفض. أراضٍ، مبانٍ ومعدات. وفي حقيقة الأمر فإن المشروع الصغير يسعى إلى استرداد الأموال في أقل وقت ممكن. المستوى التكنولوجي والآلات. نظرا لضعف القدرة المالية لمالك المشروع الصغير، فغالبا ما يكون المستوى التكنولوجي المستخدم غير متقدم نسبيا، كما يتسم بمحدودية الأدوات والآلات المستخدمة، وغالبا ما تكون يدوية وتعتمد إلى حد كبير على مهارة العمال. وذلك نظرا لأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأساس حرف يدوية. إن
النماذج البشرية اللي بتعدي عليكي أكيد مختلفة، يعني شايفة بنات صغننة يعني صغيرين في السن، وفي ما شاء الله الأستاذة يعني سنها يعني تقريبا هي مدربة بالنسبة لهم. انتوا تبنيتوا بقى مواهب صغيرة، يعني مثلا بنات بتيجي في فنية مثلا قسم خياطة، بدأتوا ان انتوا تعملوا زي دورات تدريبية ليهم، ولا النماذج اللي انا شايفاها دي مخلصين وبيجوا هنا خلاص يستمروا معاكم على طول؟ بصي قصدك استاذ احمد ما شاء الله اللي هو رئيس مجزرة المكان دي، كان قصدها جدا ان احنا معانا محامين معانا جوه طبعا ايدي عاملة، بس كنا حابين ندخل بقى التجديد ده او روح الشباب معانا، طبعا فرقوا جدا معانا. زي مثلا بره الموسم في كليات ما شاء الله، وفي في ثانوي بيحبوا محبوا المجال من الاول، في بقى من مثلا قاعد جوه على الخياطه معانا على المكن، وفي اللي بيتعلم قص، وفي اللي في التشطيب، اما في التشطيب اخر حاجه مثلا مكوى، وفي ممكن جزء بيخش بقى في الاداره معانا احنا شخصيا. فاحنا طبعا حابين دي، هم ما شاء الله كانوا مساعديننا جدا في اللي بيعملوه ده. اي مشروع صغير بيبقى فيه في الاول فكره، وبعدين بنبدا نعمل اهداف، وبعدين بنبدا نعمله دراسه، وبعدين بيتحقق على ارض الواقع. والمشروع مش لازم يبدا ناجح قوي، لا بالعكس، احنا الفشل ده بيعلمنا ان احنا نخطو خطوات صح، يعني انا بتعلم الغلط بتاعي، بفشل عشان اتعلم ان انا اعمل الصح، والصح ده بيبقى بشكل احترافي بقى لما اغلط كمان. اكيد واجهتكم صعوبات في البدايه؟ اكيد احنا بدايه بنبص المكان اول كان مكان صغير جدا، انا مكاني من اول مكاننا مكان كمبيوتر، بس عنينا في الايدي العامله ان الناس كلها اغلب اللي شغالين على المكن العاديه، ان الاقي فصام بدايه ان الاقي حد شغال على مكن كمبيوتر، ان الاقي مقاس دار، فجبنا مقاس دار من القاهره وعلمنا بقى الناس اللي معنا زي المحنين مثلا ما شاء الله، فاحنا ضربناها على الشغل بتاعنا. عنينا في القماش، انا بجيب قماشي حتى الان من القاهره، مش هضاف الفصام طبعا خالص يعني، وهكذا مثل الايدي العامله، القماش القماش الى الان مش متوفر؟ لا خالص، بجيب كل حاجه بجيبها من القاهره انا، القماش، الادوات بتاعتي، ادوات الخياطه، ادوات التصنيع كلها بجيبها من القاهره. ما حاولتوش ان انتوا تتفقوا مع مورد مثلا يكون من اسوان، ونحاول ان احنا نشجع بعض ان فعلا يبقى يعني يروح الفريق، ان هو يبقى هو بيورد لكم قماش بالسعر كويس، وان انتوا كمان بتبداوا تنتجوا، يبقى في دايره كده يعني خاصه بالمحافظه؟ بصي ما فيش، ما لقيتش حتى الان، يمكن بس اللي ممكن ان تغلبنا عليه الاكياس، اكياس التغليف، لكن طبعا غير اولا غير الحاجه مش موجوده، فرق السعر، ان انا مصنع بجيب شغل جمله، فالفرق بيكون يعني مضاعف كبير جدا، فكنت انا طبعا لا، انا كمصنع عايز ان انا استغل، وان انا حتى كفلوسي او ان انا الدخل بتاعي بجيب من القاهره اسهل، سواء كمنتج او كمصنع التوصيل. هنا في معاناه في كل حاجه طبعا زي ما انت عارفه. عدد العاملين في المشروع الصغير كما أشرنا مسبقا عن مفهوم المشروع الصغير ومتناهي الصغر، فإن من أهم خصائص المشروعات الصغيرة قلة عدد العاملين فيها، ولا يوجد مقياس محدد يتم الاعتماد عليه في هذا المجال نظرا لاختلافه من دولة إلى أخرى. ففي اليابان مثلا يعتبر المشروع صغيرا إذا كان عدد العاملين به أقل من 50 فردا، ومن 50 إلى 99 يعتبر مشروعا متوسطا، وأكثر من ذلك يعتبر من المشروعات كبيرة الحجم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون عدد العاملين أقل من 25 عاملا فإنه يعتبر مشروعا صغيرا. وفي مصر يرى جهاز الحرفيين أن المشروع يعتبر صغيرا إذا عمل به أقل من 10 أفراد، في حين ترى وزارة التخطيط في تعريفها للمشروع الصغير أنه المشروع الذي يعمل به أقل من 50 فردا. وهكذا يتضح عدم وجود مقياس محدد لعدد العاملين في المشروع الصغير ومتناهي الصغر. وفي الحقيقة أنا عايزة أقدم دعوة من خلال برنامجنا مشروعات صغيرة، حتى الناس اللي عايزة تبدأ فكرة مشروع جديد، إن دي فكرة اللي بتقولها أستاذة رفايدة دي فكرة كويسة جدا وممتازة، إن هما يقدروا يتواصلوا مع المشاغل دي، ويبدأوا إن هما يجيبوا منتجات من بره، وخلي النسبة قليلة. هي إحنا عندنا مشكلة بس إن إحنا بنبقى سقف الطموح بيبقى عالي من البداية قوي، فبيخلينا إن إحنا ما نبدأش أصلا. لما تبقى
الربح بتاعك بدايته بسيطة وتبدأ تعمل شغل في كذا مكان وتورد قماش مثلا. احنا عندنا اهو الناس اللي بتقول ما فيش شغل، عندنا ناس محتاجة انها توريدات قماش. الناس اللي بيسمعونا من الصعيد ومن اسوان والاماكن القريبة كمان في المراكز يقدروا ان هم يبدأوا فكرة مشروع زي المشروع ده، ان هم يبدأوا يوردوا لكم حاجات زراير بقى وقماش بدل ما انت بتروحي القاهرة عشان تجيبي. وحتى خير مثال، احنا المصنع بتاعنا احنا بدأنا مصنع صغير، احنا حاليا ما شاء الله يمكن من اكبر مصانع المفروشات الملابس في اسوان كلها لو مش احنا الاكبر يعني. فانا قصدك ان نبدا حته لحد المصنع اللي احنا فيه حاليا. احنا طموحنا طبعا بيعلى الحمد لله، بس كده البدايه بتاعتنا. عندك قد ايه بنات صغيره والثابتين معاكي في الشغل؟ بس انا الثابتين جوه عندي مثلا حوالي 24 حد جوه. اوكي الحمد لله رب العالمين. لكن الجده لسه بقى عشان بتعمل دراسه وكده في الكليه او ثانوي وكده، عندي بتقعد بالموسم في نص السنه او بقى في اخر السنه، فلسه مش ثابتين، بس برضو ممكن من 10 ل 15 الشباب الصغير. انا عايزه اقول لك ان انا حابه قوي روح الفريق اللي موجوده هنا، يعني ان انتوا فريق ايده لوحدها مش بتسقف زي ما بيقولوا ما بتسقفش، فان انتوا مترابطين وان انتوا ما شاء الله بتتنقلوا من مكان لمكان كمان، فدي حاجه حلوه قوي. طبعا الاداره ليها دور مهم جدا جدا في الموضوع. بص الفضل يرجع لحاجه الاستاذ احمد، طبعا هو الزحمه اللي زرع روح فريق فينا وفيهم، حتى حطينا ان احنا عملنا فريق، عملنا تيم ان احنا نستغل حتى كلهم مثلا ما شاء الله مش كلهم في مكان واحد، يعني كل حد في حته معينه وكل مجموعه في حاجه معينه، في جزء في الاداره معانا، في جزء هنا في بيتعلم مكان، في جزء في التشطيب، فكل يعني كل متقبل اللي بيعمل، يعني احنا هو علمنا ان احنا تيم بنكمل بعض، فده بيشجع احنا كل حد بقى عايز ينجح مش لوحده، لا بنكمل بعض جدا جدا. طيب التسويق من الحاجات المهمه جدا في مجال رياده الاعمال او مجال المشروعات الصغيره، هل بتواجهوا صعوبه في التسويق ولا التسويق بالنسبه لكم خلاص عديتوا المرحله دي؟ حاليا ممكن خلاص، ممكن الشغل استاذ احمد انه اصلا كان مدير تسويق اصلا في الشغل، بس ساعدنا ان احنا حتى يبقى عندنا التريكات او الحاجات اللي هنستغل بيها. احنا جايين شغل في بالفعل في ناس موجوده في المكان هنا عشان احنا نجتازهم او مثلا نتطور عليهم، كان يكون ممكن مش تنازلات بس كان يبقى عندي مميزات. فده اللي احنا عملناه في المصنع بتاع مثلا. تمام اتفضل. مثلا ما بناخدش مقدم، التوصيل مجانا، وحتى الوقت مهم جدا، فده اكيد خلينا بقينا متميزين عن اي حد في المجال الحمد لله. في تدريبات مهمة جدا المفروض العاملين في أي مكان بيتعاملوا مع مقص أو بيتعاملوا مع مكنة أو بيتعاملوا مع حاجة اسمها تدريبات السلامة والصحة المهنية. هل انتوا حريصين ان المتدربات بقى بشكل عام عندكم ان هم يحصلوا على هذا التدريب؟ اكيد طبعا لازم نحافظ. بص لما اي حد يجي يبدا يقعد على المكنه مثلا ام حنين او مثلا الناس اللي جوه، بنعلمها قبل تشتغل المكنه تتعامل معاها ازاي كسلامه المكنه وسلامه الشخص اللي هيقعد عليها، دي تبقى اول حاجه اولوياتنا. مثلا هتحافظي تمسكي المكنه ازاي قبل ايه السلامه عشان تحافظي على نفسك وتحافظي على القماش اللي معاكي او المنتج، فده كده بيتم جدا طبعا. تمام جدا. احنا نعتبر لسه في بدايه اول شهور السنه الجديده، فنفسك في ايه ان شاء الله خلال 24 يتحقق؟ بتمنى ان احنا مثلا التسويق يكون مثلا نطلع بقى النطاق، انا حاليا بطلع لغايه اسوان وبره المحافظات كمان، بس يبقى في طبعا نطاق اكبر ونزود خط الانتاج بتاعي، يعني اكثر بقى منتجاتنا ان شاء الله. ربنا يستر. شكرا ليكي خالص. شكرا، شرفتوني حضرتك. الإمكانيات المتاحة للمشروع الصغير. تشمل هذه الإمكانيات الطاقة الإنتاجية، الطاقة التخزينية، حجم المشتريات، الخدمات المقدمة للعاملين، الخبرات الإدارية في التسويق، التخطيط ونظم المعلومات، القرارات المالية. تعد هذه الإمكانيات محدودة في المشروع الصغير وتلتصق بسمات صاحبه الشخصية ومدى خبراته وتأهيله العلمي. درجة الانتشار: ينتج المشروع الصغير بشكل محدود، وغالبا ما يكون مستهلك هذا الانتاج في إطار وحدود منطقة إقامة المشروع، يعني ذلك أن درجة الانتشار للمشروع الصغير ومتناهي الصغر محدودة جدا. موضوعات مهمة مرتبطة بالمشروعات الصغيرة هي أمور متعددة، منها جودة الإنتاج، نوعية المنتج، الشكل القانوني للمشروع، ونظم السجلات والملفات،
وكذلك النواحي التنظيمية والإدارية. مشاهدينا بتمنى حلقة النهاردة تكون نالت إعجابكم، انتظروني إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد وحلقة جديدة من مشروعات صغيرة.